السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم من جديد أحمد أيتبحدة، أستاذ وباحث متخصص في العلوم الشرعية. سنتحدث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة من برنامج سؤال الصائم عن حكم القيء في رمضان. هذه مسألة مهمة جدا، فقد أجمع العلماء على إبطال صوم من تعمد القيء في نهار رمضان، ولذلك فقد انتهك حرمة شهر رمضان. أما من فاجأه القيء فعندنا فيها حالتين: الحالة الأولى إما أن يرجع شيئا إلى جوفه، ففي هذه الحالة يكمل صومه وعليه القضاء. أما إذا لم يرجع شيئا إلى جوفه فإنه يكمل صومه ولا قضاء عليه. ولا ننسى هذه الرحمات الإلهية والنفحات الربانية التي نتقلب فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا كانت عندكم من أسئلة نرجو كتابتها أسفل الفيديو.